النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة. طبعا تأثرت المملكة اليوم بأحوال جوية غير مستقرة، عملت على هطول زخات محلية رعدية من الأمطار، ولكن في أحياء ونطاقات خارج المدن الرئيسية تشكلت بعض السحب الركامية في ساعات ما بعد الظهر في بعض المناطق الغربية من المملكة، وهطلت على إثرها بعض الزخات أيضا المحلية من الأمطار. هذا طبعا بنظر عامة لآخر صور الأقمار الصناعية. نلاحظ أن تقريبا المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بدأت تخلو من السحب الرعدية تدريجيا، واتجهت هذه السحب أكثر نحو الشمال، ومن المتوقع أن يبدأ استقرار تدريجي على الأجواء بمشيئة الله تعالى اعتبارا من ساعات صباح يوم غد بمشيئة الله تعالى. الأجواء هذه الليلة في العاصمة عمان تبقى الفرصة هناك مهيئة لبعض الزخات المحلية من أمطار، يعني نعتقد أن ذلك سينتهي مع ساعات أو دخولنا في ساعات متأخرة من هذه الليلة، وتستقر الأجواء بشكل عام وترتفع نسب الرطوبة، وربما يتشكل الضباب في مناطق السهول الشرقية على وجه التحديد، ودرجة حرارة صغرى 9 درجات مئوية. دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة نهار يوم غدا العظمى والصغرى، وكذلك الحالة الجوية. نبدأها من إربد شمالا، الأجواء مستقرة، تستقر الأجواء غدا من 18 إلى 10 درجات في جرش، كذلك الأمر، أما في عجلون من 16 إلى 10 درجات مئوية، وتكون في المفرق من 17 إلى 8 درجات مئوية. في العاصمة عمان من 15 إلى 9، في الزرقاء من 18 إلى 7 درجات، وفي السلط من 16 إلى 10، وتكون في مأدبة من 17 إلى 8 درجات مئوية. أما في البحر الميت في 22 إلى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة تكون على النحو التالي: في الكرك من 13 إلى 5 درجات مئوية، في الطفيل من 13 إلى 8، وفي معان من 14 إلى 6، وفي جبال الشرع من 12 إلى 7 درجات مئوية، وفي خليج العقبة الأجواء مشمسة وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى تقريبا 14 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الشرقية من المملكة، في رويشد من 16 إلى 8 مع ظهور كميات من السحب والغيوم، وهناك توقع لتشكل الضباب في ساعات الصباح. في الصفاوي من 17 إلى 7، أما في الأزرق ففي من 18 إلى 8 درجات مئوية. انتقالا لتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام القادمة، ونبدأها معكم من غدا الأحد. الأجواء تكون يعني غائمة جزئيا من 15 إلى 9، يوم السبت من يوم الاثنين عفوا من 16 إلى 9 درجات مئوية مع ظهور بعض السحب، ويوم الثلاثاء من 15 إلى 10 مع توقع تطور أحوال جوية غير مستقرة مع ساعات مساء يوم الثلاثاء قد تصحب بزخات يعني محلية رعدية من أمطار خاصة في المناطق الشرقية من المملكة. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية. للمزيد دائما حملوا تطبيق طقس العرب، أو زوروا موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com، أو حتى تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.